عاود قرن التنقيح تتولى وزارة المالية، تتولى وزارة المالية موافاة المجلس التأسيسي بجرد شهري بالمبالغ وأسماء المتبرعين. باي شكون مع لا لا ثم مداخلة السيد كاتب الدولة تفضل سيد كاتب الدولة. نسمع بعضنا. سيد الرئيس، أريد أن أوضح أن مثل هذا المقترح يمكن أن يكون صيغة تعجيزية بالنسبة لوزارة المالية للالتزام بهذا المبدأ، علاوة على أنه مسألة هامة جدا بالنسبة لوزارة المالية. هناك عمل مادي كبير بين القبضات المالية وبين البعثات الدبلوماسية الذي يتطلب مجهود معناتها كبير جدا، يمكن أن تتفرغ الوزارة لغيره من مجهودات في سبيل أداء مهامها، علاوة على أن إقرار هذا المقترح يتعارض مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية باعتبار أن المتبرع لا منفذلكم منفذلكم الطبيعة التطوعية لهذه المساهمة تتنافى مع فكرة إفشاء اسم المتبرع. بالنسبة لرقابة رقابة المبالغ هذه، هناك بالله من فضلكم نسمعوا بعضنا. هناك أولا استخلاص أي مبلغ من طرف قابض المالية يكون مقابل وصل وتسجيل ذلك المبلغ، وفي الوصل هناك معناتها الريفيرنس معناتها لتسجيل هذا المبلغ في حساب القابض. حاجة ثانية كما قلنا، هناك قواعد المحاسبة العمومية وما يترتب عنها من رقابة من طرف دائرة المحاسبات لحسابات جميع قباض المالية وجميع محاسبي البعثات القنصلية والدبلوماسية، علاوة على أن هذا المجلس أيضا هو سيكون معناته له صلاحية يعني محاسبة إنجاز الميزانية في إطار قانون مالية سنة 2013. المسألة الثانية التي أريد أن أبينها بالنسبة لهنا ملاحظة استباقية للمقترح الموالي، أن ضبط يعني إدراج هذا المبلغ في ميزانية الدولة يأخذ بمبدأ عدم التخصيص، يعني المبالغ كيف 60% اللي متأتية من الجباية والمبالغ الأخرى اللي تمشي لميزانية الدولة ما ثماش مبدأ التخصيص، يعني كل الموارد تخصص لكل النفقات. لكن من حيث الوظيفة والتبرير وضعنا في العنوان أنها مساهمة استثنائية مبررة لتغطية النفقات الاستثنائية للدولة من تشغيل وتنمية جهوية. هذا لا يعني أن 450 مش يمشيوا معناتها مخصصين لمشروع في التنمية أو لآلية من آلية التشغيل.
عكس، وهذا الأمر ولذلك ما حبيناش نكرروا تجربة 26 26. لم ينشئ صندوق، لم ننشئ صندوق، ومبدأ التخصيص موجود في الصناديق عكس مبدأ المعمول به في الميزانية ومبدأ عدم التخصيص، البرنسيب دو لا نون افكتاسيون. شكراً.